سميدة خير في ايه؟ كل خير يا احمد بيه. مبروك يا احمد بيه. الله يبارك فيك. على ايه بقى؟ ياه، هو مش حضرتك كلفتني امبارح ان اروح كليه البنات في مصر الجديده؟ اه، عشان ما تيجي الجميله. انا نسيت. ايه الاخبار؟ كل خير يا احمد بيه. نجحت يا احمد بيه. والله طب تمام. والتقدير؟ يعني خليت الاستاذه اللي هناك كتبت لي كل شيء في الورقه دي. زحلقت لها ورقه في خمسه. ماشي ماشي. انت قلت لي انت منين؟ ها؟ انت منين؟ ما هو طب خلاص مش مهم تقول. جيد جدا والله. برافو عليك يا جميل. خد يا سميد، امسك. خد. استنى، كم دول؟ 3 جنيه. كده كويس. احنا مع بعض يا سميد، احنا مع بعض، احنا مع بعض. تشكر يا احمد بيه، يا مليح يا عجور. ماشي هجيلك. ماشي يا أسامة، خلاص ساعة هكون عندك إن شاء الله. ايه يا احمد بيه؟ احمد بيه، ساعة ما خرجنا من مصر وادينا وصلنا اسكندرية وحضرتك ساكت، ايه في حاجة؟ انت ما تسمعش يا عزوز عن المثل اللي بيقول اذا كان الكلام من فضة يبقى السكوت من ذهب؟ لا، انا من غير مؤاخذة سمعت عن المثل بيقول اذا كان السكوت من ذهب يبقى الكلام من فضة. وفي مثل اهم من ده وده. بيقول لك اللي تلسعه الشوربة ينفخ في الزبادي. زبادي؟ حضرتك تقصد ايه بالمثل ده يعني من غير مؤاخذة؟ اقصد ان اللي بيتكلم كتير بيبقى طيب. ممكن يغلط ويتدبس. عشان كده انا شايف ان انا اسكت احسن. انت تسكت؟ لا 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 يا احمد بيه، اوعى تسكت، ده انت كلامك بيبقى زي العسل. على الله بس ما يبقاش على قلبك زي العسل الاسود. لا اسود؟ يا راجل عيب، ده انت كلامك زي العسل، العسل الابيض، العسل النحل الحلو، البيور ابو شمعه والشمعه كمان بتنقاد. عسل ابيض. ومش خايف بقى من لسع النحل يا عزوز؟ ها؟ لسع النحل؟ بقول يا احمد بيه، ما تيجي نريح شويه كده على اي كافيتيريا ولا اي قهوه، نشرب لنا 2 شاي كده نسلطن الانفوخ ونتختخ الببرق. عمر يا بيه. عمر يا بيه. اهلي مش انا، البيه هنا اهو. عمر سطر. تشرب ايه يا سعادتك؟ زبادي. عندك زبادي؟ فيها بس حاجة تانية؟ وحجر قصر لو سمحت. وحجر قصر. تعالى هنا وانا نسيتني. عمر يا بيه. عايز شاي 50 كده معتبر. سكر خفيف. حاضر يا بيه. يا خفيف. قول لي يا عزوز. اقول لك يا سعاده البي، ما اقولكش ليه وانا بتكسف. هما ال 250 الف جنيه اللي معانا في الشنطه دول هيدفعوا المره دي ولا زي المره اللي فاتت؟ ها؟ هو يعني على المؤاخذه قصدي حضرتك ايه؟ لا، اصل المره اللي فاتت يعني ما دفعناش فلوس.
قصدي جمارك. ما تعرفش ازاي كده؟ لا ما انت هتدفع. هتدفع انا؟ قصدي احنا هندفع. يعني مرة ندفع ومرة ما ندفعش. ده قانون جديد ده ولا ايه؟ يقطعني 60 قطيعة من هنا لمصر عتيقة لو كنت اعرف. اللي يعرف الحاجات دي بقى ويفهم في الحاجات دي البشباشة وعباصت بيه هما اللي لما يعلم المواخذة. يعني حضرتك يعني لو عايز بقى تعرف الحاجات دي بسأل أسامة بيه. قول لي يا عزوز. أقول لك أحمد بيه ما أقولكش ليه وأنا بتكسف. أنت متجوز؟ طبعا متجوز. وعندك أولاد؟ يعني أهو. تمر حاجة ثانية يا باشا؟ شكرا. مش كتير يعني ستة نص دستة يعني. ستة؟ ست أولاد؟ وأمهم سبعة وستهم تمانية وأنا تسعة والمدام حامل يعني هنبقى 10 بإذن الله. وبقالك كتير بقى بتشتغل عند الحاج عبد الغني؟ من حوالي 10 سنين. طب وقبل كده بقى كنت فين؟ كنت بشتغل عند المعلم درويش العتر الله يشفيه ويعافيه يا رب. سرقت من سنتين وهي الرقدة مع إنه كان بسم الله ما شاء الله شعط طول بعرض. كان غني، كان أغنى معلم في الوكالة. وسبت الشغل عنده ليه بقى؟ لا أحمد بيه، أنا ما سبتش الشغل عنده الحاجة كده ولا كده لا سمح الله. لا ده أنا سمعتي كانت زي البرلانت والسي في بتاعي فل الفل وعليه كل الأختام الحكومية والرسمية. أنا زي ما تقول كده يعني أنا كنت صفقة رابحة بين المعلم درويش والبشباشة. يا سلام، يعني كنت بتتنقل بقى كده من فرقة لفرقة وكانوا بيلعبوك بقى راس حربة ولا دفنس ولا كانوا بيوقفوك جون؟ لا يا أحمد بيه، من ناحية اللعبة أنا لعيب ألعب في كل المراكز من غير مؤاخذة. بس عايز أقول لحضرتك حاجة يا أحمد بيه، الباش باشا ساب للحاج درويش عملية سقعة قوي قدام إن الحاج درويش يديني استغنى من الشغل عنده. استغنى؟ بالظبط كده زي ما حضرتك قلت، زي بتوع الكورة. ايوه عشان كده بقى الحاج عبد الغني وأسامة بيعزوك قوي، بيلعبوك أساسي على طول. وعشان بقى هما بيلعبوني أساسي بقى أنا بعزهم قوي 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 قوي. ده أنا لحم قفايا من خيرهم. لا ما هو واضح، بس أنت بقى مش هتسيبهم لو جالك عقد احتراف. ها؟ أسيبهم؟ أسيبهم إزاي؟ هل أسيبهم إيه؟ زي بتوع الكورة برضو. الله ما تصحى معايا يا عم، في إيه؟ أنا صاحي برغم إن أنا سايق إنما صاحي. بقول لك إيه؟ أنا حاسب وأنت حضرتك استعد بقى عشان نتكل على الله ونمشي. يلا أواه. يا ولاد الأبلسة مستخبيين ومصدرين المغفلين في وش المدفع. ده متخلف بس يستاهل. بنتعبك معانا يا عباسط باشا. لا مفيش تعب ولا حاجه، ده شغل يا احمد. اهلا يا عبد الباسط بيه. لقيت عند سياده المدير والله جبتها على طول. سوري كنت بمضي اوراق. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذه سميره؟ الحمد لله الله يسلمك. أنسة سميرة فين الدوسية؟ اتفضل. تعال يا عم احمد خد نصيبك في العملية اللي فاتت 4000. يلا بابا يلا تعال. ها مبسوط يا احمد؟ ماشي يا حاج. ماشي يا حاج؟ لا ماشي، دي مأنبة كده مكتئبة حزينة، عايز ماشي مطقطقة مبتهجة فرحانة. طيب يا سيدي ولا يكون عندك فكرة، خليها علينا المرة دي. وادي باكو سيادة اتفضل. ها مبسوط؟ مبسوط بوجودي معاك يا حاج، مبسوط عشان بتعلم. على إذنك ماشي يا عم أسامة، هسيبك أنا بقى دلوقتي. مستعجل على إيه؟ لا يا دوبك بقى، أصلي تعبان تعبان وعايز أرتاح. ماشي يا أبو حميد، مع ألف سلامة. سلامة يا حاج.
سلام يا احمد، انا لسه شرفت يا ابني. وبعدين في الواد ده بدا يطلب بنفسه، هو ايه الحكايه؟ هيبتدي يتملعن علينا ولا ايه يا حاج؟ ملعن ده ايه؟ ده لسه نوغه يا ابني. يا حاج ده صنف نمرود. نمرود ايه؟ تبقاش كده. الواد يعني فرحان بنفسه شويه. سيبه يتمنظر، سيبه يتدلع حبتين يا اخي. يا حاج، يا حاج احمد ده مش سهل. اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. النهارده طمع في زياده، بكره ممكن يساومنا، ده انا ممكن انسفه. اعقل بقى، ما تنساش ان احنا لسه محتاجين له. محتاجين له ازاي يا حاج؟ يعني لما نفكر في اي تغيير الاول نحضر حد بديل، ساعتها نعرف نتصرف. تقول لي انسفه؟ ما انت لو نسفته هيطرطش عليك. ازيك؟ ايه؟ بتقول ايه يا جابر؟ امي مالها يا جابر؟ زي ما قلت لك ياما، هتخلي ابويا يروح يتفق مع وهيدي ابن ابو جلال يعمل فطارنا زي ما عمل فطار شيخ البلد بالظبط. هيبتدي الاول بالحته القدامانيه، يخليها مظهره كده ومنوره وحلوه، وبعد كده يخش على الحته اللي ورا، كله ياما طوب احمر وخرسان. حاضر يا احمد. حضر لك الخير ياما، وخليها اهتم قوي 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 بالوجه، عشان ان شاء الله بعد ما تخلص كده هنحط فيها كلوبين حلوين كده ينوروا السكه اللي رايح واللي جاي. وقول لابويا بقى ياما ينزل يشتري البهايم والطيور اللي قال لي هيجيبها. وشغله يا دناي؟ شغل ايه بقى ياما؟ لو انا كنت بديله الفلوس دي كلها ليه؟ مش عشان يبقى حر نفسه؟ ياما انا سايب معاكم فلوس كتير قوي بزياده. الحمد لله يا ابني، لكن ما قلتليش رحت لخالتك جمالات طبعا عشان تبشرها بنجاح جميل. لا لسه ياما، هروح لها دلوقتي. وامتى يا دناي افرح بيك انت وجميل؟ قريب، قريب قوي ياما ان شاء الله. بس عشان خاطري بقى خدي بالك من نفسك، والنبي ياما خدي بالك من نفسك وخدي الدواء في مواعيده. انا جاي من مصر اجري على ملا وشي، خايف عليكي. ربنا يخليك ياما، عن اذنك. ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه يا ضلال. احمد صاحي امال يا بنت، ما تبقيش رخمه، انا جايب لك خبر حلو. صاحي امال عايز تقول ايه؟ انت نجحت يا بنت، نجحت. بجد؟ ايوه ماما. بتتكلم بجد؟ وانت جاي جدك كمان. يا حبيبي يا احمد. ماما 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 ماما، نجحت يا ماما، نجحت. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الف مبروك. وجيد جدا كمان، جيد جدا كمان. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. يا ما انت كريم يا رب. ألف مبروك يا خالة، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا دناي، الله يبارك فيك يا أحمد. معقولة؟ معقولة أنا فرحانة قدك؟ يا حرامي، فرحانة لك قوي يا جميل. إيه 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 يا خالتي، إيه يا خالتي في إيه؟ وأنت تزعلي إحنا كده على نفسك وتعيطي؟ تفرحي إحنا كده على نفسك وتعيطي برضو؟ أعمل إيه؟ المشوار كان طويل قوي يا ابني، مش مصدقة. يا سلام، أحمدك وأشكر فضلك يا رب. عارفة يا جميلة، أبوك هيفرح قوي لما يعرف. أمال عم رمضان فين صحيح؟ لسه قاعد في العزبة برضو؟ يا حبيبي هيعمل إيه بس؟ ما أنت عارف عزة بيه على طول في مصر، وعمك رمضان بقى هو اللي شايل المزرعة كلها على دماغه، حتى مزرعة الفراخ والمنحل هو مسؤوليته برضو. وبعدين المشوار بعيد قوي، مش معقول هيروح ويجي كده كل يوم. ربنا يكون في عونه ويقويه، هي الدنيا كده، تعب ومنهدة وجع قلب، عايزه الخربشه. الا قول لي يا احمد، انت شفت النتيجه بنفسك؟ عرفت منين؟ يا بنت انت مش هتبطلي. يا جميله، يا جميله، هتفرق معاكي ايه؟ سواء كان هو اللي شافها ولا حد شافها له يا حبيبتي، المهم انك نجحتي والحمد لله. ايوه يا ماما، حصل حصل. عارفه بقى يا جميله انا نفسي في ايه؟ نفسي ان شاء الله باذن الله بقى ان ربنا يرزقك كده بالوظيفه الحلوه، عشان كده ارفع راس كده في وسط البلد واقول الاستاذه راحت، الاستاذه جت، مش كده ولا ايه يا احمد؟ عقبال فرحكم يا رب، افرح بيكم انتوا الاثنين ان شاء الله يا رب يا ماما. طب استاذن انا بقى. جرى ايه يا سي احمد؟ في ايه؟ هو انت لحقت تقعد يا ابن خضره؟ بقول لك ايه يا جميله، اعملي لابن خالتك حاجة باردة يمكن تروقوا شوية. عن اذنكم. جرى ايه بقى يا احمد؟ بقى انت جاي من القاهرة لحد هنا علشان تقولي مبروك انت نجحتي؟
لا والله كتر خيرك، متشكرين قوي، شكر الله سعيكم. طبعك انت وامك ولا هتشحتوه؟ ما انا عارف، انا الحق عليا، انا غلطان. يا بت انت كفايه غم بقى. غم؟ اخص عليك يا احمد. جميله دلوقتي بقت غم؟ جميله افهميني. انا الشغل اثر عليا قوي. باين عليك. ويا عالم بكره كمان هيبقى فيه. وانت بقى ناوي تقعد في القاهره دي كتير؟ ايوه جميله هقعد كتير. انا شغلي بقى هناك خلاص. شغل ايه ده بس؟ برضو موضوع السمسره بتاعتك دي. يوه مالها بقى حكايه السمسره؟ عيب ولا حرام؟ ولا عيب ولا حرام؟ انا في سفن بقى، انت ليه مش مستوعباه؟ مش عاجباكي في ايه؟ مش عاجباني يا سي احمد، مش عاجباني. ما تبص لنفسك بقيت عامل ازاي؟ انت ما بقتش احمد اللي انا اعرفه، انت بقيت واحد تاني. ماشي يا جميله، ماشي. احمد، احمد في ايه يا جميله؟ مالك يا بنتي؟ منك لله، منك لله يا احمد يا ابن خاطر، على طول قاهر بنتي بالشكل ده. لا حول ولا قوه الا بالله. اديني سبتك بقى 10 شويات. قولي لي بقى ايه اللي قهرك وتعبك بالشكل ده؟ قولي لي مين اللي مزعلك؟ يكونش اللي ما يتسق. بلاش بلاش، بدل ما تزعلي مني وتصرخي فيا وتقولي لي لا ياما، ولا يامة ايه؟ انت بقيتي دلوقتي بتدلعيني وتقولي لي يا ماما. ايه يا بنتي؟ ردي عليا وكلميني، ريحي قلبي وطمنيه. ردي يا جميلة. أيوة يا ماما. أيوة يا ماما. يا لهوي، ده أنا كأني كنت بكلم كده الهوا. في إيه يا بنتي؟ إيه اللي قهرك بالشكل ده؟ قوليلي يا حبيبتي وريحيني. أحمد يا ماما. ماله سي أحمد؟ مش عارفة، بس أنا خلاص ما بقتش قادرة أفهمه، ولا هو كمان قادر يفهمني. يا لهوي، بعد العمر ده كله وبعد العشره دي كلها جايه تقولي لا انا قادره افهمه ولا هو قادر يفهمني؟ ايه الدلع الماسخ ده؟ ايه لعب العيال ده؟ امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ هتتخانقوا مع بعض؟ هتقطعوا شعور بعض؟ تتجوز ايه بس يا ماما؟ بقولك احمد بقى يخوف. يخوف؟ يخوف يعني ايه؟ يعني عينيه بقت حمرة وطلع له قرود، ولا رجليه بقت زي رجلين المعيز؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ امال في ايه بس يا ضنايا؟ ما تكلميني تقوليلي. يكونش يا بنتي حد عامل لكم عمل؟ عمل؟ العمل عمل البني ادم. طب امال في ايه؟ فهميني. والله ما انا عارفه يا ماما. طب امتى تعرفي يا بنتي؟ افهم بس ايه اللي قهرك القهره السودا دي؟ انا مش قادره اعرف في ايه. رد عليا. لا ما هو الحال ده بقى لازم يتوضع له حد. انا مش هسكت على كده، انا هلبس واروح له. لا يا ماما اوعي، لا تروحي ولا تيجي. ومالك اتخضتي قوي كده ليه؟ بتصرخي كده ليه؟ هو انا رايحه اضربه؟ بقولك ايه يا ماما، انا خلاص ما بقتش عايزه منه اي حاجه. لو هو عايز مني حاجه ولا في نيته اي حاجه من ناحيتي، هو عارف طريق بيتنا. وارتاحي بقى، انا خلاص بقيت كويسه. مش باين يا جميله، مش باين. لا يا فندم، ماهر بيه مش موجود. لا في الحقيقه هو ما قالش. احتمال يا فندم. ماشي يا فندم، اوكي ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. اهلا يا زكي بيه. اهلا يا ماجي. في العش ولا طار؟ طار. حلوة قوي. اللي قول لي أوراق الأرض والمستندات بتاعتها فين يا زكي بيه؟ الله، ما أنا أعطيتهم لك امبارح.
الظاهر انك نسيت اللي اديتهم لي امبارح دول صور مش اصول. زكي بيه. عيون زكي بيه. ما يلزمنيش عيون زكي بيه. يبقى يلزمك دفتر شيكاته؟ ولا كمان يلزمني دفتر شيكاته. الفلوس السايله احسن. اؤمري. ممكن بقى وبصراحه تقول لي ايه الحكايه بالظبط؟ اوكي. بس الاول انت معاكي مفاتيح الفيلا بتاعت ماهر بيه؟ معايا يا زكي بيه، ودي مالها هي كمان؟ ما انا هقول لك على كل حاجه. وانا سامعاك يا ستي. اصل في ناس قرايبي جايين من الدنمارك وعاوزين ينزلوا في فندق، يعني قلت لا انزلهم في الفيلا في الكام يوم اللي هيقعدوهم في مصر. سوري يا زكي بيه، الكلام ده مش صح. صدقيني. صدقني انت، يا اما افهم ايه الموضوع بالظبط يا اما. يا ماجي ده شغل، شغل انت هتقدمي لي خدمه، اروح حقك محفوظ. هو لسه في خدمات تاني بعد اللي عملته لك؟ البطاقه العائليه بتاعت ماهر بيه وخدتها، اصول المستندات بتاعت الارض ومعاك، مفاتيح الفيلا ما صدقت ان هي معايا وعايز تاخدها مني. يا ست ده شغل، دي عمليه كبيره شويه برتب لها، يعني اصل لازم يعني ابقى مالك لادوات الحرفه كلها. ادوات الحرفه ولا ادوات اللعب؟ لعب يا ماجي، لكن لعب ليه قوانينه؟ قوانينه عندك انت يا زكي بيه مش كده؟ المهم اتفقنا يا ماجي؟ لا ما اتفقناش. اوكي انا هروح المكتب وابعتلك مع جلال 20,000 جنيه. اوكي؟ مش اوكي. 50,000 جنيه؟ اوكي؟ مبدئيا اوكي. باي باي يا ماجي. باي باي يا باشا. خد دول يا معلم رزق. 8,000 جنيه دول هتديهم للرئيس منعم اول ما توصل اسكندريه. انا فطمته على المطلوب في التليفون. هتحمل وترجع لمصر عادي. هترجع لمخازن الحاج سليم اللي موجوده في مصر القديمه. ماشي يا بيه. ومش عايز حد يضرب بيك يا رزق، حط الفلوس في جيبك وخد دول كمان. ايه دول يا بيه؟ دول 500 جنيه هتدفع منهم العربيه النقل، وهتدفع كمان مصاريفك، ولما ترجع مصر ان شاء الله نبقى نتحاسب. بالمليم يا بيه. قول يا مصطفى. ايوه احمد بيه امرني. المحل اللي على النصر اللي في ظهر القهوه ده، مش عارف اسمه، العيسي البيسي حاجه كده. قصد حضرتك محل المعلم السيسي الله يرحمه؟ ممكن يكون السيسي، لان اليافطه كانت مقموصه ما عرفتش اخد منها الاسم كويس. لا هو احمد بيه زي ما حضرتك بتوصف كده بالظبط، مفيش غيره على نصرة الشارع. طب وايه حكايه المحل ده؟ المحل ده كان اكبر المحلات في الوكاله قطع غيار واكسسوارات. السيسي ده كان معلم المعلمين. امال ايه بقى اللي حصل؟ ما هو المعلم السيسي ده اتوفى كده من حوالي 3 سنين. ما كانش يعني عنده عيال تدور له المحل كده وتقومه؟ لا ما كانش عنده عيال، لا من مراته الاولانيه الله يرحمها ولا حتى من مراته التانيه. وانا سمعت انه كان كاتب كل املاكه للهانم الجديده، وسمعت كمان انها ست شديده قوي لدرجه انه كان فاتح لها محل كبير قوي في الزمالك. ومش كده وبس، ده ما رضيتش تبيع المحل ده لاي حد ابدا، ولا الحاج عبد الغني ولا الحاج زكي، ما رضيتش تبيعه لهم خالص. اهلا اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر حضرتك. اتفضل. انا كنت عايز اقابل دوله هانم لو سمحتي. اقول لها مين حضرتك؟ اديها الكارت ده. ثانية واحدة. اتفضل يا فندم، دولة تانية في الانتظار. شكرا. اهلا وسهلا. انا المحاسب احمد متولي. اتفضل. إذا كان في حاجة بخصوص الضرايب. لا يا مدام دولت، أنا مش جاي من الضرايب ولا حاجة. أنا جاي لحضرتك بخصوص المحل بتاع وكالة البلح. أستاذ أحمد، يمكن يكون حضرتك رقم 20 من لجوني عشان يشتروا المحل. وأنا ما عنديش غير رد واحد، قلته وهقوله لحضرتك تاني. محل الوكالة مش للبيع، ولا يمكن هبيعه أبداً. أنا مش جاي عشان آخد المحل بيع وشراء. أنا فهمت كده. أنا عجبني أوي وفائك. ومدى تقديرك واعزازك للحاج المرحوم السيسي الله يرحمه، وانك لا يمكن تقبلي تحت اي ظرف من الظروف ان اسمه يتشال من فوق المحل.
امال حضرتك عايز ايه بالظبط؟ نحيي بقى انا وانت تاني محل الحاج السيسي وننوره كده ونفتح ابوابه. حضرتك ما قلتليش انت بتشتغل ايه؟ انا معايا بكالوريوس تجاره، بس على فكره انا كنت بشتغل في التجاره من وانا في الكليه، وجاي لك النهارده وكل امل انك تساعديني وتقفي جنبي، وانا واثق ان احنا هنتفق. استاذ احمد انت عايز ايه بالظبط؟ انا في الفتره اللي فاتت دي خدت خبره كويسه قوي في شغل الوكاله، وخصوصا قطع غيار العربيات. مع ان يعني شكلك كده لسه صغير. طب لو قلت لحضرتك ان طن الحديد ثمنه 3000 جنيه وان الساعه الصغيره اللي في ايد حضرتك دي بالرغم من بساطتها ورقتها ممكن يكون ثمنها بثمن 10 12 طن حديد، مش يبقى كلامي مظبوط؟ استاذ احمد ممكن تخش في الموضوع؟ انا هدور المحل ده تاني تحت اسم محلات الحاج السيسي للتجاره وقطع غيار السيارات، يعني هبيع لحسابي واشتري لحسابي تحت اسم الحاج السيسي، وده نظير مبلغ هنتفق عليه انا وانت، وده طبعا بعد موافقتك اولا. عموما اديني فرصه افكر واعرض الموضوع للمحامي بتاعي. انا متشكر متشكر قوي، انا مش عارف اقول لك ايه. استاذ احمد انا بقول لك بفكر مش موافقه، ودي تفرق كتير مش كده؟ انا الكارت بتاعه. كارتك معايا اهو. يعني نجهز العقد على انه هيبقى المدير المسؤول عن اداره المحل وتشغيله؟ بالظبط كده يا استاذ امير. ماشي يا ستي، وانا مجهز لك شروط العقد على ان يقوم اول كل شهر بدفع مبلغ وقدره 3000 جنيه، وانه هو المسؤول امام مصلحه الضرائب وكافة الجهات المسؤولة بسداد أي مستحقات على المحل لأي جهة من هذه الجهات اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد. بالضبط كده يا أستاذ أمير. ماشي يا ست، إنما مش شايفة أن 3000 جنيه دول قليلين؟ ما تخليهم 5. لا أنا شايفة 3 كويس، ما تنساش برضو أنه هياخد المحل فاضي مجرد حيطان. ازاي؟ والبضاعة اللي موجودة في المحل؟ البضاعة مش كتير، لأن المرحوم قبل وفاته صفى جزء كبير منها، وبعدين أنا متفقة معاه إنه هيبيع البضاعة لحسابي. آه، يعني أنتِ متفقة معاه. آه، وده معناه إنه هيستفيد بس من تواجده في المحل. يبيع ويشتري لحسابه هو، لكن في نفس الوقت ورسمي هو مجرد موظف عند حضرتك، وطبقا للعقد يورد المبلغ اللي قلت عليه. تمام يا استاذ امير. تفكير مش بطال يا مدام دولت، انما يعني انتي مطمنه له؟ شوف يا استاذ امير، العقد بالشكل ده هيخلي كل الموقف في ايديا، وبعدين احمد متولي دوت شاب طموح واخد المسألة والحياة بجد، وده اللي عاجبني فيه، وبعدين أنا هخسر إيه؟ هجرب. وهو كذلك، ما عنديش أي مانع اللي تشوفيه. شوفي يا أستاذ أمير، دي تليفونات أحمد متولي، كلمه حضرتك وبلغه. حاضر يا دولة هانم، أنا هكلمه بكرة بالليل. اتفقنا يا محفوظ بيه. اتفقنا يا حاج زكي. خلاص، بكرة الصبح الساعة 11 إن شاء الله نكون هناك في فيلا ماهر بيه السرساوي ونخلص كل حاجة هناك. أنت عارف إن صحة ماهر بيه تعبانة شوية، ما يقدرش يعني يتحرك. أوكي يا حاج، والمواصل بتاع الشهر العقاري؟ لا كل حاجة موجودة، أنا جاهز. لا 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 لا، اوعى تفكر في الحاجات دي، موثق موجود وكل الناس موجودة والعقود القديمة موجودة وكل الأوراق اللازمة. أنا هحضر شيك بالعشرة مليون جنيه زي ما اتفقنا. هو اسم ماهر بيه إيه بالكامل؟ ليه يا باشا؟ علشان الشيك. الله، هو سعادتك مش معاك دفتر شيكات؟ أكيد. خلاص نخلص كل حاجة، وما نخلص كل حاجة إن شاء الله ونتفق تطلع دفتر الشيكات وتكتب الشيك. وهو كذلك يا حاج. طب استاذن انا يا حاج. اتفضل، تشرفنا. متشكر قوي يا حاج، تعبتك معايا. لا ولا تعب ولا حاجه، اتفضل. تعب ولا حاجه.
يا الله. الو الو، ايوه ماجي، تعالي بسرعه، عايزك فورا، في حاجه مهمه جدا، في نفس المكان يا روحي. فهمتيني يا ماجي؟ دايما فهماك يا زكي بيه. انا عايزك تقابليني الساعه 10 الصبح بكره بالظبط، انا احب المواعيد المظبوطه. مفهوم يا سيدي، كمل. هتروحي على فيلا ماهر، هتقابلي غفير هناك اسمه عيد، هتديله ظرف فيه اي ورق، وهتقولي له وديه المكتب عندي عشان فيه حاجات مهمه، وانا مقعد له هناك جلال هيمسك فيه ما يسيبهوش لغايه ما ارجع. الحقيقه يا زكي بي انا خايفه قوي، يعني الموضوع ده ما فيهوش اي خطوره عليا؟ خطوره ايه يا ماجي؟ انت بره الموضوع خالص. طب والاوراق بتاعه الارض؟ انت بتشتغلي مع واحد صغير؟ صح صحي، انت بتشتغلي مع زكي الجندي، يعني بيعمل حساب الصغيره قبل الكبيره. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، جلال عطاكي 50,000 جنيه، انا لما اجي الفيلا واشوفك هناك قبل ما تمشي هتاخدي 200,000 جنيه كمان. ايه؟ ايه مالك، انت هتموتي في الكازينو ولا ايه؟ بقول لك 200,000 جنيه حدهم لك، وخدت 50,000 جنيه من جلال، يبقوا 250,000 جنيه، يعني لازم تطمني وقلبك يبقى حديد. وعليكم السلام. اهلا جاب جاب عم مقصودش ده احمد. الله يخليك، عامل ايه؟ ايه المفاجاه دي يا ولد؟ الله يكرمك ويكرم اصلك. وحشني يا ولد، وحشني. وانت كمان يا جاب. استنى استنى، تعالى تعالى واشيلك انت كمان، ده اول مره تنورني. بس عمره ايه اخر الاجه جرى يا جابر، انت جاي تصورني يا ولد ولا جاي تقول حقك عليا يا سيدي؟ وحشني وحشني قوي. وانت كمان يا جابر، ده انا في كلام كتير قوي اللي عايز اقوله. تاني اوعى يكون شغل ثلاث ورقات. يوه طبعا خد يا جابر ولا هتشتريه، يعني جاي بقالك ثلاث دقايق بتنرفزني يا جدع. انا اقصد يعني شغل الوكاله والسمساره. وماله شغل السمساره يا جابر بقى؟ يا جابر انا عايز اكلمك يا اخي، على فكره الشغل ده هو اللي مخليني في العز ده، ولا هو اللي مخليني في الامل دي، ولسه لسه ايه تاني؟ لسه يا جابر حاجات كتير قوي. تعال روح قد تتعشى وبعدين انا اكلمك. طيب يا سيدي يلا بينا. يا سمير سعاده البيت. سمير ايوه سعاده البيت. خلي الشنطه بتاعت الاستاذ جابر عندك، هنروح نتعشى ونرجع على طول. امرك يا سعاده البيت. السلام عليكم. حاضر يا سعاده. السلام عليكم. مع السلامه يا سعاده البيت. قول يا جابر، قول بالهنا والشفا. ما انا باكل يا عم اهو، امال انا بعمل ايه؟ انا قصدي كل ما تتكسفش. يلا خد خد الحته دي كمان، مطرح ما يسر يمر. الحمد لله الحمد لله. بس انت يعني يا اخويا ما سالتنيش اشمعنى يعني النهارده بالذات جيت على هنا القاهره؟ هكون جاي ليه غير بقى انك جاي تشوفني والكلام القرع اللي انت بتقوله لي كل مره ده؟ ايوه والله، من غير القرع ولا حاجه، انت وحشني ونفسي اشوفك من زمان، ولو اني واخد على خاطري قوي منك. ايه واخد على خاطرك ليه بقى؟ بقى يا جدع يا جدع، تنزل البلد ولا اشوفك شي. اسكت يا جابر، انا كنت رايح اقعد يومين اروق اعصابي، لقيت دم متعكر ومزاجي اتعكني وخدت بعضي ومشيت على طول. ايه ليه يعني؟ جميلة جميلة بقت شيء مزعج قوي يا جابر. جميلة؟ ايوه جميل. ازاي يعني؟ انا راضي بكلامك. قول لي يا جابر، يمكن انا غلطان، هو انا بعمل كل ده عشان مين يا ولا؟ بشتغل الشغل اللي انا بشتغله ده كله ليه؟ مش عشانها هي بقى مش مقدرة، وعمالة تبعد تبعد لحد ما هي بقت في وادي وانا في وادي تاني خالص. يا سلام، بسيطة يا اخويا، حاولوا تقربوا وجهات النظر. يا سيدي يا سيدي ما تاخدش ببالك. طب بص بقى عشان ما اطولش عليك، بصراحة كده انا كنت جاي لك في موضوع ومش عايزك تكسفني فيه. اكسفك؟ جرايا يا جابر يا ابن عبد المقصود سيد احمد، انا احمد متولي امام يا ولد، اخوك، انت نسيت ولا ايه؟ ايوه ما هو باين. ايه؟ هو ايه اللي باين ده؟ يعني ما تاخذنيش انت، يعني كون انك تفرط في جميلة كده بسهولة، ده معناه انك ممكن تفرط في اي حد تاني. يا باي عليك يا جدع، يا باي عليك، ده انت ما عندكش اي ثقه في نفسك. بقول لك ايه يا عم، والنبي الله يخليك ما تعكننش علينا في الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده، قول لنا اي حاجه تبسطنا تنعشنا تفرحنا. ما هو ده بقى اللي انا عايزك فيه. اللي هو ايه؟ نعمه. نعمه؟ نعمه اختي مالها؟ ايوه يا سيدي، مبروك جالها عريس وموسطني في الموضوع. ايوه يا جابر، بس نعمه ما فيش، بس نعمه ما بقتش صغيره يا ابو حميد، وبعدين اللي متقدم لها ده شاب محترم وراسه ألف سيف يناسب أحمد بيه متولي يا سيدي. تتريق يا جابر. المهم مبسوط يا أحمد؟ أيوة طبعا مبسوط، بس يطلع مين العريس ده يا سيدي؟ الولا ماهر، ماهر ابن عم سلطان النادي.
ماهر ابن عم سلطان النادي. ايوه يا عم، وما شاء الله اتخرج واخد دبلوم تجاره قد الدنيا وتوظف في بنك التسليف الزراعي. يا سلام، والله الصغير كبر يا اولاد. طب وانت رايك ايه يا جابر؟ رايي انا ده ايه؟ المهم رايك انت يا باشا. لا انا يهمني رايك يا جابر، انت اخ برضه. ماشي يا احمد ماشي. انت بتضحك على ايه يا عم انت؟ المهم بس والله زي ما بقول لك، الواد كويس وابن حلال ورايد البيت، وهو راسه الف سيف زي ما بقول لك كده، يناسب صاحب المقام الرفيع احمد باشا اللميع. لميع؟ ماشي يا عم جابر، مقبوله منك. والله يا واد لسه دمك خفيف يا ولد. ها قلت ايه؟ نعمه يا جابر زي اختك وانا زي اخوك، واللي تشور بيه انا هاخد بيه. وبصراحه الواد ما يتعيبش، وابوه كمان راجل امير. خلاص يا عم، امتى بقى سيادتك هتتكرم وتتنازل وتشرفنا في البلد عشان الواد يدي خبر لابوه وييجوا يتكلموا في موضوع؟ برضو الوقت اللي تقول عليه يا جابر. يعني الخميس الجاي كويس؟ كويس على خيرة الله. خلاص يا باشا على خيرة الله ان شاء الله، يوم الخميس الجاي بعد صلاة العشاء ان شاء الله. خدي هاتي ال 200 ألف جنيه اللي وعدتك بيهم. ميرسي يا حاج. الله، مالك يا ماجي؟ ما تجمدي امال. ما انا جامده اهو يا حاج. اوكي يا ماجده، انت دلوقتي هتمشي، ولما ضيوفي يمشوا هديلك الو عشان تجيلي المكتب عشان اديلك المفاتيح بتاعت الفيلا. امال هما فين يا حاج؟ هما مين؟ ضيوفك. على وصول. باي يا ماجي. باي يا حاج. 200 ألف دوخوها. 10 مليون جنيه قيمة الأرض ملك الحاج السرساوي بتوكيل لزوجته، والمشتري الأستاذ محفوظ عبد الراضي. تفضل يا ماهر بيه، وقع هنا الاسم بالكامل من فضلك. أيوة. وحضرتك توقع هنا. أيوة. محفوظ بيه. تفضل. تفضل يا باشا. تفضل. مبروك يا محفوظ باشا، ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حاج زكي، الله يبارك فيك. أنا فرحان لك أوي. ربنا يخليك. لو سمحت يا محفوظ بيه، الشيك حضرتك تكتبه باسم المدام، لأن كنت وعدتها لما بيع الأرض أديها ثمنها. ماشي يا ماهر بيه، ارتاح ارتاح. ماشي يا ماهر بيه. المدام اسمها إيه إن شاء الله؟ تفيدة محمود المغاوري. تفيدة محمود المغاوري. تفيدة محمود المغاوري. التاريخ من فضلك. توقيع بقى. ايوه. ايوه. مبروك يا هاني. السلام عليك يا ماهر بيه. الله يسلمك. مبروك عليك الارض. حظك في رجليك. والله انت عملت الواجب واكتر يا زكي. والله انت تستاهل اكتر من كده. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. شكرا قوي يا صادق. اي خدمه حاج زكي؟ لا لا لا، بقول لك ايه، انت تطلع من هنا من ورا. حاضر حاضر. الباب اللي وراني. حاضر. وعلى الباب وعلى الحاره الضيقه. مع السلامه. تعال يا حلو، هات الشيك. اتفضل يا حاج. يلا يلا بسرعة، قولي للراجل اللي جوه جيني بسرعة وغير هدومه. فل يا زكي، فل قوي. اسمي أحمد إبراهيم أحمد عبد العليم، واشتغل إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف. والله هو موضوع الختان قديما كنا يعني
درجنا ويعني طلعنا الى الناس بتختن البنات. لما حصل لي عمليه الختان دي وهم بياخدوني وبيعملوا العمليه دي حسيت ان هم كانهم بيذبحوني. الختان له اضرار وانه ممكن يعمل نزيف وممكن يعمل عوق وممكن يعمل برود جنسي. بدات ببناتي طبعا وقررت كده ووالدهم برضو امام المسجد. كنا مترددين وكنا بنعارض كمان كنا بنجادل معهم كتير، فلما اقتنعنا وبقينا نفسيا مطمئنين بنسبه 100% واقتنعت ان ده علم وانه لا ضرر ولا ضرار. فاحنا ما نعملش الحاجه اللي تضر البنات. ما تختنش بناتك عشان البنت تنزف وتموت. كفايه ختان بنات، ناس كتير خدوا القرار ورفضوا يختنوا بناتهم، وانتوا كمان تقدروا. عبد التواب، عبد التواب. ازيك؟ الحمد لله. لولا هنا ولا فوق؟ لا موجوده فوق يا فندم. طيب خد دي دخلها في المكتب تحت امرك. يا لولا، لولا، يا لولا. يا نعم يا نعم. تعالي يا حياتي تعالي. خير يا بابا؟ انا مبسوط. انت مبسوطه؟ الحمد لله. بس اشمعنى؟ اصل انا النهارده عملت صفقه العمر. كت يا بابا؟ وانا بقى نصيبي كام؟ نصيبك ايه يا حياتي؟ انت الصفقه كلها وانا ملكك. خليك لي يا رب يا بابا، ما يحرميش منك ابدا. ويخليك يا حياتي. ايه؟ ناوي تفرحيني ولا لا؟ يعني ايه؟ بتهزري؟ انت اللي حكايتك معايا. انت تكون شايف لك شوفه كده ولا نيه كده وعايز تسربني من سكتك؟ نيه ايه يا عروسه؟ يعني زي ما انت قلت كده، عروسه مثلا. عروسه؟ انا؟ ايوه انت. انت ايه تكونش انت شايف نفسك مثلا كبرت ولا حاجه؟ ده انت لسه في عز شبابك وزي القمر كمان. انا بتكلم جد يا بنتي، بتكلم جد والله. طيب ومين بقى العريس؟ ولا لسه هننزل السوق سوا وهندور عليه؟ يا لولا بتكلم جد بقول لك. يا بابا جد ايه بس؟ هو يعني مين العريس اللي هيليق بليلى بنت الحاج زكي الجندي؟ أنا مش مهم عندي العريس ليه، المهم عندي يكون مناسب. خلاص أوعدك هفكر. أنا فكرت. إيه ده؟ حضرتك فكرت؟ طب وده يطلع مين ده بقى؟ إيه رأيك في أسامة ابني؟ أسامة؟ لا طبعًا، نيفر. أسامة ده ينفع صديق، ينفع شلة، ولكن زوج؟ نو نو. اوكي يا حياتي، انا بصراحه بفكر في واحد عليه شويه تحفظات انما هو المناسب. سلام. ومين ده بقى اللي هو المناسب؟ احمد متولي، ايه رايك؟ احمد. ها سكتي ليه؟ مش عارفه. عال ما دام سكتي وقلتي مش عارفه يبقى في امل تفكري فيه. بس مفيش بس، انت بكره تعزميه عندنا هنا على العشاء. بابا بقول لك ايه؟ ما تبيش عنيدة، اعزمي احمد على العشاء بكره. وعلى كل حال يا بنتي المسألة دي اسم ونصيب. اوكي. اعزم احمد بكره على العشاء. أسامة تعالى يا ابني تعالى، عايزك عايزك. خير يا حاج، بس يا ريت في السريع عشان عندي سهرة كده. يعني ايه سهرة ويعني ايه في السرير؟ ما نعرفش نقعد مع بعض نتكلم شوية؟ هي الحكاية حكاية قعدة، ما احنا ياما بنقعد مع بعض. قصدك على الدقيقتين اللي بشوفك هنا في البيت ولا في الاجانس ولا في الوكالة؟ طبعا. اقعد. ماشي يا حاج، اتفضل قول. الحقيقة يا ابني أنا زي ما تقول كده عمال أفكر شوية أفكار كده في حاجة شغلاني يعني. مالك يا حاج؟ أنت كده قلقتني قوي. أنا كده ملاحظ إنك أنت بقالك يومين تلاتة متغير، في إيه؟ لا متغير ولا حاجة. أنا صعب أفكر كده في حاجة كتيرة يعني. فكر الواحد لازم يحسبها في شكل تاني. أحسبها بالنسبة لحياتنا وبالنسبة لشغلنا برضه. مش بقولك يا حاج شكلك كده في حاجة ومتغير؟ يا جدع فهمني كويس. أنا بقول يعني الحمد لله ربنا أكرمنا وعملنا فلوس كتير. عملنا كل الشغل والحاجات اللي تجيب فلوس كتير. لكن لازم نعيد حساباتنا بقى. حاج كلامك الليلة دي كله ألغاز. لا ألغاز ولا حاجة.
قال انا ما فكرت قوي، لقيت في حاجتين اتنين لازم نخلعهم من حياتنا. ايه هم؟ اول هام الشغلانه بتاعت مسعد المأذون، مفيش داعي نشتغل في المضروب. تاني حاجه حكايه السفر سوق ايطاليا، نشتغل بقى في السليم، بلاش شغل في المضروب. ايوه يا حاج، بس ما بسش ولا حاجه يا ابني، الحكايه دي لازم يكون لها اخر، والاخر بقى يستحسن نعمله احنا بايدينا، بارادتنا، برغبتنا، برضانا، بدل ما يبقى غصب عننا، مفروض علينا. حلو الكلام ولا اقول لك تاني؟